بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. نكمل الكلام على قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، إلى قوله تعالى: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وهذا هو ما انتهى بنا الكلام عليه في الحلقة السابقة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى واستثنى من اليهود الذين اتصفوا بصفات الإيمان: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذا في مقابل الذين ذكرهم الله في الآية السابقة من أصحاب الجرائم، الذين يأخذون الربا، الذين يصدون عن الناس عن سبيل الله، الذين يصدون الناس عن سبيل الله، الذين يرتكبون ما حرم الله من الجرائم التي ذكرها الله في قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس. أربع جرائم: الظلم، والصد عن سبيل الله، وأكل أموال الناس بالباطل، وظلم من الذين، وأكلهم الربا، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهذه جرائم قال الله جل وعلا في ختامها: اعتدنا لهم عذابا أليما، اعتدنا لهم عذابا أليما. في مقابل ذلك الذين الراسخون في العلم منهم إلى آخر صفاتهم، قال الله تعالى: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، لا يعذب أحدا إلا بعمله، ولا ينعم أحدا إلا بعمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالجزاء مربوط بالعمل، خيرا كان أو شرا، ولا يظلم ربك أحدا. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. أجرا سنؤتيهم أجرا، أجرا على أعمالهم الطيبة المذكورة في هذه الآية، وأعظمها الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد، والإيمان باليوم الآخر. فأصحاب هذه الأعمال الجليلة وعدهم الله لأنه سيؤتيهم، يعني يعطيهم يوم القيامة أجرا، والتنكير للتعظيم، أجرا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم وصفه بأنه عظيم، زيادة تأكيد على ما قدموه لأنفسهم. وكما أشرنا أن الجزاء مربوط بالعمل، خيرا أو شرا، دون نظر إلى النسب أو المكانة في الدنيا، فإن هذا لا قيمة له، إنما القيمة في العمل. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن يستفاد من هاتين الآيتين فوائد عظيمة. أولا، أن المعاصي تكون سببا في العقوبات،
كما أن الطاعات تكون سبباً في المثوبة. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا، إلى آخر الجرائم التي ذكرها، وتوعد أهلها بأن الله سيعذبهم عذاباً أليماً. ثم قال: لكن الراسخون في العلم منهم، إلى آخر الصفات، ثم قال: أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً. فهذا دليل على أن الجزاء مربوط بالعمل خيراً أو شر، دون نظر إلى النسب والمكانة والجاه والمال. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الجزاء إنما يكون للعامل، ولا أحد يجزى بعمل غيره أو يجازى بعمل غيره من خير أو شر، وإنما يجازى بعمله. ويؤخذ من هذه الآيات أن الأصل في الطيبات الحل، ولكن الله حرم على اليهود طيبات محصورة، ليس كل الطيبات، وإنما حرم عليهم أنواعا من الطيبات عقوبة لهم. وإلا فالأصل في الطيبات الحل، كما أن الأصل في الخبائث التحريم. قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويؤخذ من هذه الآيات أن تحريم الطيبات يكون عقوبة على المعاصي، كما حصل لبني إسرائيل، فالذين يرتكبون المعاصي حريون بأن الله يحرمهم من الطيبات شرعا وقدرا. فالمعاصي سبب لمنع نزول القطر من السماء، سبب لتلف الأموال في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قد تكون المعاصي سببا لتحريم الطيبات، والتحريم معناه المنع، إما التحريم الذي هو الحكم الشرعي، وإما تحريم القدري الذي هو المنع منها وإتلافها أو تعريضها لما يذهب نفعها وخيرها. ويؤخذ من هذه الآيات أن الطيبات التي حرمت على اليهود في سورة الأنعام، فقوله تعالى: حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، هذا إحالة على ما في سورة الأنعام في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم وعدوانهم، كما في هذه الآية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وفي سورة النحل أشار الله إلى ذلك في قوله: على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.